نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فعاليات ندوة بجامعة النهضة ببني سويف ضمن حزمة من الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، والتي تتضمن عقد سلسلة من اللقاءات والجلسات النقاشية مع المواطنين لاستطلاع آرائهم وتصوراتهم حول القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية. هذا بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات. كما استعرضت الندوة فعاليات مؤتمر شرم الشيخ والمنعقد لقمة المناخ. حاولنا نتحاور مع الشباب على ملفين مهمين جدا، ملف COP27 وتزامنا مع انطلاقه في مدينة شرم الشيخ، وأيضا أهم التحديات أو المشاكل اللي بتقابلهم واللي عندهم رغبة لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني. بنحاول الحقيقة من خلال اللقاءات اللي بنعقدها إن احنا نستمع أكتر للشباب، نحاول الرد على بعض الاستفسارات اللي عندهم. لقاء جميل جدا مع طلاب جامعة النهضة من مختلف الكليات، بنتحدث فيه عن بعض الموضوعات الهامة على رأسها التغيرات المناخية، وده المؤتمر COP27 اللي شغال حاليا في مصر في شرم الشيخ، الى جانب الموضوع الاكثر اهميه واللي بيعني كل المصريين واللي احنا تنسيقيه شغالين عليه في كافه ربوع الاراضي المصريه، وهو الحوار الوطني. تم الحديث مع الطلاب حوالين اهم القضايا المتعلقه بالحوار الوطني والتاكيد على دعوه فخامه السيد الرئيس السيسي حوالين التعرف على المشكلات اللي بتواجه المواطنين في كافه مناحي الحياه، سواء كانت قضايا اقتصاديه او قضايا اجتماعيه او قضايا سياسيه.